السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في موضوع جديد، وطيب الله أوقاتكم. ضغوط كبيرة على المملكة العربية السعودية بسبب قرارات ترحيل اليمنيين، والحكومة السعودية تعيد حساباتها بشأن هذا القرار. إذا كان هذا العنوان يهمك فأنت في المكان الصح، فقط ما عليك إلا الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس والاشتراك والإعجاب. سوف نبدأ بسرد الخبر مباشرة. هاجمت منظمة Human Rights Watch، وهي أكبر منظمة حقوقية، الأربعاء السلطات في المملكة العربية السعودية حول وضع العمالة اليمنية في المملكة، قائلة إن العمال اليمنيون معرضون لخطر الإعادة القسرية الجماعية. وأضافت المنظمة في تقريرها: السلطات السعودية بدأت منذ يوليو تموز 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن. على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك. وتابعت قائلة: في يوليو تموز أفادت وسائل إعلام سعودية أن قوى، وهي منصة تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية، أصدرت بيانا حول تعليمات جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك نسبة 25% كحد أقصى للجنسية اليمنية. أفادت رويترز في منتصف أغسطس آب أن عمليات الإنهاء الجماعي للوظائف استهدفت عددا غير معروف من اليمنيين في السعودية. يجبر العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ككفيل على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم. من جهته رد الأمير سلطان بن خالد آل سعود على تقرير هيومن رايتس ووتش بتغريدة قال فيها: تجاهلتم اليمنيين الذين يقتلون بيد ميليشيات الحوثي، وأصابكم الموت سريريا من التهجير القسري الذي يحدث لليمنيين في أراضيهم من قبل نفس الميليشيا، وأصبحت لا من قتل الإيرانيين لأهل العراق وسوريا، لكنكم خرجتم لتتحدثوا عن السعودية حتى لو كانت القصة لا أصل لها، قمة الفجور والكذب والنفاق. ونحن نقول أن هناك فعلا ضغوط كبيرة جدا، بالإضافة إلى تقرير Human Rights Watch هناك تقارير كثيرة جدا من منظمات حقوقية عديدة في كل دول العالم، والسعودية تنهمك في دراسة قرار جديد في التراجع عن هذه القرارات، والنتيجة إن شاء الله تكون بالإيجاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.